الافضليه كانت لمين؟ لعواد ولا لمحمد الشناوي في هذه المباراه؟ لا ولا ده ولا ده، الاثنين عندهم اخطاء. انت بتضحك كده ليه؟ مش عارف. هو موسيماني لما بتسمع، هو يسمع موسيماني دي يعني، يعني مع كامل الاحترام ما ينفعش السؤال يا كابتن سيف، يعني مع كامل الاحترام يعني ما ينفعش، يعني السؤال ده من الممنوعات؟ ما ينفعش يا كابتن سيف، ليه؟ ما ينفعش. ما حدش يعني قعدت تقول لنا الشناوي في حته، لا لا دي واحده، لا 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 دي واحده بس، دي واحده واحده، ما تاخدناش في حتت، فمش هينفع معايا ده. انت دلوقتي قلت لي اصل ما ينفعش، ليه ما ينفعش السؤال؟ ما ينفعش طبعا، واحد كان نجم في المباراه وواحد كان مين كان نجم؟ يا استاذ علاء، استاذ علاء بعد اذنك، استاذ علاء، استاذ علاء مين كان نجم؟ يا استاذ علاء بعد اذنك، طب ما تقول كده، طب ما تقول بس، طيب ما ينفعش، طب خلاص ليه ما ينفعش؟ ليه يا سيدي؟ طب ما تجاوب، طب احنا عايزين الاجابه دي، طب انت عايز الاجابه، يا استاذ يا استاذ يا استاذ عمرو، السؤال بالعربي، السؤال مش عواد كان نجم في المباراه، يا استاذ يا استاذ عمرو، ما هو بالعربي يا استاذ عمرو، عشان انت ترد كده لازم انا اسالك، مش من نفسك كده، مش تطلع من نفسك كده تقول ايه ده، لازم حد يسالك فانت ترد، ده السؤال. الله بس شفت، الله مفيش حد جاوب جاوب المثال يا عمرو، اتفضل يا سعد. انا شايف طبعا الاثنين كانوا اقل من من المستوى المأمول. الشناوي اخطا ويتحمل مسؤوليه جزء من مسؤوليه الهدفين، عواد يتحمل مسؤوليه الهدف الاول تماما للزمالك. ده ليه لقطه مضيئه، كره حسين الشحات اللي صدها، ودي الكره الوحيده صدها عواد طول الماتش. و طب يتحمل الهدف الاول ليه؟ عشان تأخر في الخروج، لأن محمد عبد الغني لا عمل ضربة الراس عالية جدا، كانت في الوقت كان يسمح له إن هو يخرج وياخد الكرة عالية. دي حاجات فنية ما تعرفهاش، لكن أنا ما أعرفش في الفنات خالص، لا خالص خالص، أنا بسيب الفنات للأستاذ علاء. كابتن سيف سألك مين فيكم بيعرف الفنات أكتر، أنت قلت له علاء، خلاص تسكت تواضعا. عواد كان ليه نقطة واحدة مضيئة أو لقطة واحدة مضيئة، اللي هي كرة حسين الشحات بعد الهدف الثاني. يعني أنت رأيك إن الاثنين ما كانوش في حالتهم؟ لا لا خالص أستاذ عمرو، لا طبعا، يعني فرق شاسع ما بين عواد وما بين الشناوي في المباراه. احنا بنقيم في مباراه واحده، انا بتكلم في مباراه صح، ما نقولش بشكل عام يعني، لكن في المباراه عشان نتكلم كلام منطقي، لا محمد عواد لا يسال على الهدفين. هدف الاولاني اللي بيتكلم عليه استاذ الفنيات الاستاذ علاء بيقول لك ان يسال عنه عشان في جزء من الثانيه، ده الموضوع في جزء من الثانيه، لا 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 اخطا في جزء من الثانيه، لا طبعا الخطا طبعا خطا، لا طبعا الكل اجمع ان هو خطا، يعني هنسال كمان خبير حراس مرمى، الكل اجمع انه خطا محمد عبد الغني، ومعروف انه خطا محمد عبد الغني، صعب جدا ان حارس المرمى في الجزء من الثانيه ده يطلع، يعني كان صعب. لكن انا شايف اجيب لك خبير تحكيمي في المرمى زي التحكيم، يا ريت والنبي يا كابتن سيف اجيب لك في حراس المرمى خبير تحكيمي، دي اهم والله. لا وتجيب لنا لقطه زي ما انا قلت على لقطه، طب تجيب لي لقطه من الهدف الاول، طب بس محمد نصر جيب لنا الهدف الاول، شوف بس هاتي ناصر عبد الغني لعب الكره بدماغه، وشوف الكره عليه قد ايه، ارتفاعها قد ايه، ايوه وشوف جزء من الثانيه، طب لا جزء من الثانيه ايه؟ امال ايه هو الهدف بيجي في جزء من الثانيه، امال حارس المرمى يتحرك امتى؟